هنا مدينة أريحة أو عروس الشمال السوري كما يحبذ أن يطلق عليها سكانها. من جبل الأربعين تظهر بيوت المدينة المتعانقة وتترابط بإيقاع عفوي. حاول الكثير من سكانها الحفاظ على إرث المدينة الحضاري والتاريخي بالرغم من جميع الظروف التي مرت بها. مررنا من أزقتها القديمة المتلاصقة وأدهشتنا بيوتها المتراصفة التي تدل على عراقة المدينة. بعد عملية بحث في المدينة وصلنا إلى الحاج هاشم حلوم الذي أطربنا بصوته العذب وأمتعنا بقصصه وأبيات شعره. الله يعطيك العافية عم هاشم. أهلين، الله يعافيكم. لو بتحكي لي أول شيء قديش مواليدك؟ مواليد 32. ما شاء الله، كم ولد عندك؟ أجاني من الأول 12 ومن الثاني واحد 13، يعني 2 صبيين و5 بنات والحمد لله، وما عاد بيموت غير بيخلص عمره. والثالثة والرابعة ما في؟ أودي الثالثة والرابعة ما أجاني منهم، بس إجا من التنتين الأوليات، أول وحدي ما عاش ولا، والثاني بس ما ضليت راحي. المهم أجاني منه ولد صار كمان عمره بيصار 54. والحمد لله ما عنا غير رحمة الله رزقه. طيب كم حفيد عندك بتعرف؟ حفيد يا شو بدي أعدوا اللي بتعرفون، بركي ابن الكبير عنده 9 من 10، اللخة كمان 9 من 12 قد، واللخة بالمثل، واللخة عندي يمكن بدي أقول لك الأربعة في من، يعني بدي أقول لك فوق 30 أو فوق 30 الحفيد. ما شاء الله. إيه والحمد لله، وأنا لهلا بسعسية لأنه ما عندي شيء يعيش، بسعسية بشتري شوفه على غير هذه قدامكم الصوف مشان ما أحتاج لا إنسان لا لولد ولا لحد. هاي المهنة قديش صار لك تشتغل فيها؟ مو قد كنت ولد، حتى بالمدرسة ما بركنا عند الشيخ، ختمنا المصحف وتعلم الكتابي وطالع ونحن نشتغل كمان فقيرين. ولهلا لك أنا حتى جب المي حكشته في إيدي، ما أنا أجيب عالم، اشتريت الأرضي. والمهم يعني والحمد لله لهلا ما بخاف من الشغل، وثانيا يعني الحمد لله ماشي الأمور. يعني هلا أنا مثلا بألف شعر، بألف يعني إيش ما بدك بألف، يعني مؤذي 50 سنة 5 سرات ما أعطوني. كنا نقرأ مواليد للعالم ما نقول لحد إلا واحد إذا أجبرنا يعني. والحمد لله أمس مدي عم نول يعني أجاني بدال الحمد لله بدال الصاروخ 2، وكنت أنا في قلب البيت ودخل لعندي وعلى الشباك وطبوا فوقي وانطمرت فوق المني بيطلع متر، وعلقت البلاوين وأجواء الحارة والشباب لك طلعوا لفوق لعندي لك وين أنت يا أبو صيف؟ وين أنا مطمور؟ نبشوني ونزلت بالدرج الله وكيلك مشو. ما شاء الله ما في بلا، كل الشباب الحارة يقولوا انت يا ابو صيف مربي بنات الايتام وادي منن عازي، والحمد لله الله حماك ما صار لك شيء. قلت لهم ايه لك الحمد. بعدين انا ايش بقول اذا كنت تجفوني وانت وسيلتي لمن اشتكي حالي بمن اتوسل غيره. وإذا فت على مجتمع متهيين بالحكي على العالم أو بلا بالشدي أو بالغير بالضامة أو حي الله، يعني أنا أشو بقلن إلهي إن عمري ضاع لهوا، يعني ما ضيع العمر باللهو، وما قدمت من خير أمامي
إلهي إن يكن ذنبي عظيما فذنبي عند رحمتك لماني. إلهي إن توحيدي إليك إذا ما مت فاجعله ختامي. إلهي أنت ذو عفو ومني وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا ربي جميل فحقق يا إلهي حسن ظني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني. هاي المهنة شو بتعني لك؟ كان أول في مصر أصبعاً إيه وقت اللي تغير الجو على العالم كله. إيه الله وكيلك أنا بعد الناس من السنين ما بتذكر اشتريت 100 غرام لحمي غنم إلا ليوم العياد الكبير. أش تسوينا؟ إذا كانت أنيت الزيت ب50 وأنا صاريت ب550 السكر البندورة العالمين مين حده بيركي؟ أمس وصلت ل250 ورقة كيلو. طيب أنا بقصد شو بتعني لك؟ يعني أنت قديش بتحب هاي المهنة؟ من أول عمري ما بخاف منها ولا بكرهها. بجي أوقات بالسلة بنقي صفات هيك بس يعني اعتبارا بشمها وبرتاح. هلا أنا عندي ضيوف 2 من مرة كعمايلي 6 عائلات والله أهل المخلوعة. لأن جوزنا واحدة من البنات وإجوا الجماعة وأخذوا البنت بس هلا اني عندي في البيت اهلا يعني تعين مره. يعني انا بس كون ما علي دين اذا بس بجيبي 50 ورقه بخمي حالي ملك. حتى سالني مغرب واحد دكتور عمر الزين قال لي ابو الصيف اشو بتاكل انت؟ اش بتسوي؟ اشو بتعمي؟ اشو بتسوي؟ قلت له ليش انا معي مصرات اكل على كيفي؟ يعني أنا من 2 سنين مادة اللحمة تاعي الغنم غير يوم العيد. إيش بدي أكل أنا؟ قلت له أنا وقت اللي بأكل خبزي وبندوراي وأرنف ليتي. وإذا قال لا على حط نقطة زيت ما أنا زيتون حتى نحط زيت أصلي. خمي الحالة أكل نص كيلو كباب. يا سلام. والله سبحانه وتعالى بدي أقول لك هلا أنا جيت من البيت أرض دور. كويس اذا ما ضل ما اذا ما رحت لا العشاء ما بحس لا بالجوع وبنبسط. اذا اجوا رفقاتي مرحبا ابو الصيف بكفي وما بحب الاكل كثير ولا بحب الله سبحانه وتعالى يرزقني كثير. تعرف ليش؟ لان بصير نفسي تعصى صير مثل غيري ما بحكي مثل حكيتي. بدي بقى اشوف مثل حكايه المليان مثل حكايتي. خليني هيك احسن ومبسوط. انا اذا جيت على الدكان هيك وانبسطت وعدوا رفقاتي مرحبا يا ابو الصيف ومدات حالي بين هالصوف بخمي الحالي ملك. ما بكفي بالقليل بس بريد الله يرزقني شوي شيطاني البنيات اللي هي وياهم. أيام زمان كيف كنت تروح وتجي على الشغل؟ أروح على الدير، أروح على ميادين، أروح على الحسكي، أروح على رأس العين، أروح على الأبيض، ما في إذني على تدمر، على السخنة، ما في إذني إلا راهين علي. وأكثر الأوقات مشوا ومرة ضلينا من الساعة 9 الصبح وشيلين العدة كتفنا هاي ثلاثة وما وصلنا للعرب للساعة 1 بالليل. ابن عمتي صار يبكي قال يا ياما بدي اموت ما تشوفيني. قلت لك هلا بتغيب الشمس والعرب اشو بيسووا بيعلقوا بيقولوا جنديل هذا الفانوس بيعلقوا بالخشبي بقى الضوء بيبين من بعيد منضل نمشي عليه للوصيل. الساعة 1 بالليل وصلنا. ماذا كنا بجبل الزاوية انا وابن عمي بعد ما تعشينا وحق ودين وما بينام إلا بريحة. لك حبيبي لك أنت عزابي وأنا متجوز يا شو ما أتي لحالك
يا أخي في الصبحيات بالروم وحق ودينه ما بينام إلا بريحان. جينا على ضيعة اسمها بليون كنا نشتغل فيها. لك حبيبي كنا عندهم لك من نام في مبكير مروه وحق ودينه ما بينام إلا بريحان. اشتملنا وصلنا للطريق ما مبين لا في ضوء أمر ولا في لمباي أو فانوس معلق نشوفه من بعيد ولا ما في. وصلنا للمفرع صخر منا بقى نشري ما مبين علينا. اشتملنا طلعت عرفت حالي بأن نحن شرق بسامس. قلت له شوف أنا من هون لهون ما أرزيح لك أهلكنا هلاك. جينا تفشكوا وصار الطريق إبليدنا لو ما نرجع ما يبين علينا أنا من هون ما أرزيح. بقى في ويدة جنبنا البركة طلع علينا وحش. قلت له أنا بنام صوب الويدة وأنت نام من هذا الليل. ونمنا للصبح ما شفنا لا وحش ولا شيء. المهم اشتملنا على فرشلايا وطلعنا على ورحنا على الإيسات وركبنا وجينا على ريحان. يعني يا ما ماشيين بالليالي ويا ما ماشيين وخيو عدت أنواع. نجي على بيت الشعر على نزل الشعر هذيك ليه بتغار علينا حشم من عندي أخيو لك إيه. يعني مضينا بيطلع 50-60 سنة إيش بسوي لك؟ بعد ناس أجي يجيبوا لنا فطور أو غدا والله خبز وشاي وغدا خبز وشاي ما يسوي يخلونا دمية لبن ناكلها ولا دمية حليب ناكلها. يعني إيش بدي أقول لك؟ ناخذ معنا ثوم وناخذ معنا شغلات أو عيد يسوى عند المغرب لبنية بحنطة وطالع عند الثوم حتى تقبل ناسنا ناكل. طيب شو السبب انه الشباب ايام زمان تلاقيهم عندهم شجاعة عندهم قوة بيمشوا مسافات طويلة بعكس الشباب اليوم؟ ايه مزبوط الحكي. هلا انا واحد منهم. اولا ما بخاف لا كانوا زلمي ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة وما بخاف منهم ولا بكش منهم. ثانياً وإذا كون أكل خبزي حاف علي حزين بندورة وحزين خيارة قمي الحالة أكل نص كيلو لحمة ولهلا ما بخاف الحمد لله. أعطيت بالك؟ اثنين رهانوني هم الحارة واثنين ماتوا بيعرفوا الشباب وسبعة من المعرة تسعة وكله غلطون. واحد هون هون ايه طويل بالك غلطون بها الشغلات. واحد كمان قال بتريهين عاشوا قال تضرب بشيل 50 كيلو عكف ايدك. قلت له ايه وين اصبع مني البركي طالع حق 6 قراش عيديات انا بشيله. قال انا ما بضل بشيله والبركة صحة عني 20 كيلو بيكون صديق ابني. جبنا الشايبيات روجي بالشايبيات جابوهن سلف. في بخالي واقف لش قد وزنك؟ قال 60 كيلو شلع من اجرك شلح دوس عكف ايدي بس رفعته اول مرة وثاني مرة. ما شاء الله قديش كان عمرك هو؟ ما صار لشالي من 10 سنين ونتيجة يعني ما شاء الله. اخيو والحمد لله لهلا يعني عزماتي ناشئ مورون ناشئ مورون. لا تتجوز شيء هلا لك طلبت لي وحده دكتوره والثاني ما شو اسمه مديريه مدرسه وقالت وحده اما بدها يعني والله يدركوا بدهم يعني. عم هاشم لو بدك تحكي لي عن هاي الحارات القديمة بأريحة ايه. كيف كانت هيك قبل 70 و80 سنة توعاها منيح انت؟ طبعا
حوض الحارات ما تغيروا، اللي تغير مغرب وشمال البناء، بس هذا قديما من الأساس. أعطيت بالك هذا قديم وفعلا كويس، يعني الحوش إذا كانوا عربي شد من كايت البناية كويسين، يظل العربي يحط المخدة تحت إيده ويرتكى هيك، والأرجيلي أخيو عم يشد بها الأرجيلي. يا سلام أخيو، إيه وين هاي البناية بده يبرك والراد يطلع؟ يعني إجوا لعنا قال إدلي وين سهروا؟ ظلوا فوق الوحدة، طلعوا على الأسطح جبل أرميم قابيلهم. قبل البناية وين بدك تطلعوا أنت بركون؟ طيب كيف هيك كنت أيام زمان؟ تتذكر كيف كان يومك مثلا تفيقوا الصبح تجيبوا خبز تنور؟ تحكي لي عن هاي ال... لك كان يخجع التنور على طول يفيقوا من بكير. أي ساعة يفيقوا؟ أنا عندي المحكومة كانت تضل ترق العجين بإيدي والتعجين لعدت تعمل ويك مط. ما شاء الله، يعني تساوي من لك أوقيت خبز بفليتلي وحط لها شوي زيت أصلي بصير أطيب من 100 كباب. يا سلام. الله يعطيك العافية حجي، نحن هلأ ببيتك. الله يعافيك. هذا البيت هو بيت العائلة ولا أنت لحالك ساكن فيه؟ لا، بيت العائلة. بيتي. بيتك. ما له على لا أبوي ولا فلان ولا علا. طيب بتحن لبيت العائلة أيام زمان؟ طبعا، نحن كان بيت أبوي على طريق السوق، تنزلوا بثلاث أربع درجات لتحت. أنا وقت أخذت أرضي كل سنة بقى هيك، مو كل سنة يعني سنتين ثلاثة أربعة، استخرج من هذا شوي من هذا شوي من هذا شوي وعمر لي غرفة، ما حد يفتح تمه ولا حد يسألني، كنا رفقة مثل أخوي. أنت تعرف أشو معي وأنا بعرف أشو معك، معك 100 ورقة بدي إياها. أنا بالمثل يجي أبو المي كلاتنا نركض ندفع عنه إذا ما هو حاضر، يجي أبو الكهرباء بالمثل. ما شاء الله صحتك وعافيتك مثل ما هي، شو الأكلات اللي بتاكلها حتى هيك حافظت على؟ ما باكل شيء، بكون جوعان. طبخت شيء؟ لا، على عمر وعد كان. ايه جيبي لي بندوراي وخيارة ودليه بأسار زيت وخاطرك مع السلامة. طيب من قبل من لما كنت شاب ايش بكان بكون؟ ما بسأل وما بعبي بطني، ما في شيء محدد، لأن بس عبيت بطني ما أبغي بشتغل ولا بغي بتحرك. ويوم اللي بيكون عنا موليد نتغدى نص غدا. مين بيعرف يطبخ أكثر، والدتك أم حماتك أم زوجتك؟ أنا زوجتي الأولية كان ما في أشطر منها في ريحة كلها، وكانت بركي صبي مثل الجمل، وكانت ملكة الجمال بآن واحد. أجاني منا أنا 7 شباب وخمس بنات، أنا أولادي ما في واحد مثل حكايتكم، لسه أطول بهيك. كل الولادي البركي ما من خيرنا حاضرين، حتى واحد أصغر واحد هذا اللي عمره 40 سنة دخل في الباب، بعنا عندي أصبى واحد اسمه فؤاد وأبو ضاي بيان واحد. وقت اللي فات هاد والبركي صحان صاير أطول وأصبى من أخوه هذاك. أهلا فؤاد، أهلا صاير ضحك، قال لك يا أبو أنا ماني فؤاد أنا محمد. يعني هذا أصغر واحد صاير البركة مثل الجمل، وبيشتري كان شايبيات في الطبقة، هلا هو بألمانيا. يعني أنا ما أجا واحد إلي، طالعين كلهم لخوالهم. بس عندي هذا بيقولوا له فؤاد هذا أشطر واحد، هذا ما بيضرب واحد لا ضرب ولا شيء، بيلقطهم من كتفهم بيجروا هيك تقلب 4-5 تقلات بيقفش على راسه بيضل الثاني. طيب كيف كانت تربية زوجتك لأولادها؟ ما في أخوها. بعدين هي شاطرة كانت كمان، حتى مرة ابنتها بيت أختها كانوا عنا، جيب أنا 3 روز خويريف
وكان بيت اختي عنا وسويته ما كثير. مره جبت ثمانية ما كانت تعطي منه لحدي من روس من مره. هذا ابن اختها شيطان احي سهرانين والغمات محطوطات بالحمام بالمطبخ. بعدين قال لأمه يموه هيك بحكي هيك حكي يموه أنا نعش بدي روح على الدار نام. ايه قلت له اشطبي روح وين داره مغريب على طريق فرنجي. شاهد بالزمان استوى الغمات خويريف ما بساعة ساعة ونص بيستوى. طلعت المرحومة أخيو يو لك زلمي انت كم هذي جبت؟ قلت لها ثلاثة. لك ما في غير ثنتين في الطنجرة. أشو ما في غير ثنتين؟ قال والله ما في غير ثنتين. لك ليكون القطة مدي ايدها وشلفتها لبرا وبعدين اخذتها على السطوح وطلعها لفوق على السطوح شوفوا يا اخي. قالوا ما في لا اثر زفر ولا كثير ولا قليل. ايش رايك؟ قلت لك ما حد ياخر راس الغمي غير الشلفون بيقولوا لي الشلفون. قال يو يا شحار ابني بدي ياخذها. لك ما في غير ابنك. هو ابني كل راح وطلع شوف في زفر على السطوح. لا شو لك راح ولا انطلع وحط بطنجة صغيرة مع خرقة حتى ما يحرق ايديه. خبرتنا من شوي انه كنت تشارك بحفلات المولد النبوي. ايه فصوتك حلو، شو بتسمعنا؟ مالي الفرادسي تجتلى حيث البرية تشهد. يا سلام. والنور 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 يسطع والملا في المنام يتجدد وازي الملائك في الأولى لا حين الخلود تردد وازي الملائك في الأولى لا حين الخلود تردد. انتبهت علي شلون دخلت أنا على الرصد؟ هلا أنا صرت بالرصد. بنهاية حلقتنا أنا بدي أتشكرك عم هاشم على رحابة صدرك وصوتك العذب وقصص جدودنا اللي حكيت لنا إياها واللي صارت أيضا معك ورجعتنا لزمنكم الجميل وايضا ورجيتنا قديش كانوا جدودنا طيبين. انا بدي اتشكرك كثير. مشاهدينا الكرام ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بقصص العم هاشم. الى اللقاء بحلقه جديده.